واحنا بقى السكري بيمتلك كام في الموضوع؟ لا، شركة السكري هي شركة قائمة بالعمليات نيابة عن الشير هولدر. الشير هولدر اللي هي هيئة الصناعة المعدنية. دي مالهاش دعوة بالحكومة؟ لا، احنا بندير بندير المشروع. هي مين شركة مساهمة مصرية؟ لا، شركة مساهمة مصرية. شركة مساهمة مصرية. مالهاش صاحب ازاي؟ شركة مساهمة مصرية. شركة الحكومة المصرية؟ لا، نص حكومة ونص فرنسية. هي شركة مساهمة مصرية. كل منهما يمتلك 50% في شركه السكري الاتفاقيه. هي الاتفاقيه بتقول كده، هيرجع الاتفاقيه. طب العائد دي ما بتقسمش بقى، ولا باعتبارها مقاول؟ واذا كانت مقاول الشركه ديت سكري بتشتغل عند سانتا مين، يبقى بتاخد نسبه قد ايه؟ لا لا لا. طب ايه العلاقه شركه السكري ما بتشتغلش عند سانتا مين؟ وازاي الهيئه شريكه معانا على الهاتف يا استاذ معلش الدكتور يحيى القزاز الخبير الجيولوجي والناشط السياسي. اهلا وسهلا سعاده الدكتور. اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. كنا نتمنى حضرتك تكون معانا. يعني معاكم طبعا يعني استاذنا العظيم الدكتور عاطف دردير حقيقه، وانا بفكر اني كنت احد تلامذته على فكره، وكان مشرف عليا في الماجستير طبعا. فلا استاذنا كلنا اولا، وسياده النائب العظيم، وايضا الزملاء الجيولوجيين الاعزاء اللي موجودين. انا الحقيقه يمكن هتكلم لو سمحتوا لي شكلي فيه يعني تلخيص وناحيه علميه يعني بسيطه، انما عايز بس الاول اشخص او الخص المساله في اللي موجود. الحقيقه المشكله اللي عندنا بتتلخص في عدم الشفافيه وسوء الاداره، وايضا عندنا اشكاليه في المصاريف اللي هي 450 مليون، وايضا في المساحه. الحقيقه احنا بنتكلم على ذهب وعلى تعدين، يعني بنتكلم على اسلوب علمي. طبعا واحنا بنتكلم انا سامع طبعا ثاني بيه بيتكلم بيقول زي ما هو موجود في كل دول العالم المساحات، خد زي ما انت عايز. اعتقد لا، يعني باعتباره هو مارس التعدين مش خد زي ما انت عايز. وحتى لو افترضنا كده، في عندنا الدستور المصري بينص على تكافؤ الفرص والمساواه. لما بيبقى واحد مصري عايز يعمل رخصه بحث ومنجم، وده سالنا طبعا لاستاذنا الدكتور عاطف دردير، المساحه اللي بياخدها كام؟ اعتقد المساحه لا تصل باي حال من الاحوال نص كيلو. لكن الحقيقه انا افاضل الله، يعني حضرتك رايك انه الاستاذ يعني الدكتور السعيدي كان على حق؟ نعم. طب هم بيقول لك لا يمكن في منجم في الدنيا يعني على نص كيلو، على 500 كيلو. انا بس عايز اكمل فكرتي بس لو سمحتوا. انا بس عايز اكمل الفكره لو سمحتوا، معلش. اتفضل. يعني انا عايز اكمل بس الفكره، معلش. المشكله الحقيقه ان احنا هنا دخلنا طبعا، ما فيش حاجه في دول العالم، واعتقد كلنا سافرنا وكلنا عارفين ما فيش حاجه في دول العالم اسمه خد زي ما انت عايز. لكن خطوره ال 5000 كيلو متر الحقيقه انها هي دلوقتي في الوقت الحالي انها بتمنع عن اي مستثمر جديد يدخل وياخد في ال 5000، مع العلم ان الاسعار زادت. معنى كده ان نحن امام احتلال بيجدد من قبل شركه تعدين، لان لما حد هيجي هياخد عندي استثمارات جديده هياخدها باسعار النهارده. انما هم ال 5000 كيلو متر مربع، وده الخطوره، هيسيطروا عليها فقد الاتفاقية القديمة التي لا أساس لها من الصحة، التي أودت بالهيئة المساحة المصرية العامة الجيولوجية وأيضا بعين الصعيدي في 60 دائرة، إن بسبب هذه الاتفاقية تم إقالة الدكتور الصعيدي، وأيضا إلغاء هيئة المساحة الجيولوجية التي كانت تشرف على المناجم طبعا، حتى يتسنى لهذه الشركة أن تأخذ كل تلك المساحة. الجزئية أيضا الثانية، وهي طبعا ما يقوله بالنسبه لسوء الاداره الحقيقه، طبعا الباشمهندس محمد عبد العظيم بيتكلم وبيقول ما هو ده هو اكتشاف جديد. هو فعلا بالنسبه للباشمهندس اكتشاف جديد، مع احترامي الشديد، لان هو حضرته مهندس بترول ولا علاقه له بالتعديل مطلقا. لان لما الهيئه المصريه العامه للمساحه الجيولوجيه راحت اولا واتنقلت على طول الى تبعيه وزاره البترول، كل رؤساء مجالس اداره شركات الذهب من قطاع البترول، واعتقد هذا كان محل نقاش بيني وبين الدكتور عاطف دردير استاذنا، واقرني على هذا ايضا في مكتبه، احنا كنا بنتكلم على هذا، ودي ايضا اشكاليه الحقيقه من ضمن الاشكاليات. وهو بيتكلم عن الذهب اللي موجود في صخر الكوارتر، وطبعا في فرق كبير بيعرفوه
طلاب كليه العلوم اولى جيولوجيا، الفرق بين عرق الكوارتز اللي هو معدن والفرق بين الصخر اللي هو مجموعه معادن. يعني احنا الحقيقه سوء الاداره، لان بنخلي ناس كتير، هذا ليس هجوما على احد ولكن تشخيصا اللي احنا بنتكلم عنه في الاداره الحقيقه، لان ده بيوصلنا المراحل احنا الحقيقه مش عارفين ثرواتنا كيف تدار ولا من الذي يستفيد بيها. انا الحقيقه طبعا مش سامع كلام، لكن واضح من التلفزيون اللي قدامي ان انا شايف يعني حركه اصوات. هل استمر؟ لا تستمر يا فندم، لا تستمر، اتفضل. ده الحاجه الثانيه الحقيقه طبعا هو اللي هي واضحه من الكلام. لما احنا بنتكلم على التعديل طبعا موثق عندنا بالضبط تقريبا في كل الكتب، في حدود اكثر من يعني 95 جولد وكيرف، اكثر من 95 يعني موقع للذهب متواجدين. وبالتالي اي مكان في الاماكن المكتشفه هو يعتبر اعاده تشغيل وليس اكتشاف جديد. وللاسف اعاده ايه يا فندم؟ اعاده شركه تشغيل وليس اكتشاف جديد. دي واحده يا دكتور يحيى، إعادة تشغيل وليس اكتشاف جديد، ده اللي احنا بنناقشه من أول الحلقة. لأنه الاكتشاف الجديد ده علميا يبدأ بالمسح الجيولوجي ثم الاستكشافي، وهذا يعلمه جيدا وعلمه لنا أستاذ الدكتور عاطف دردير، وبعد ذلك نحدد طبيعة الكوارتز أو العروق الحاملة للذهب. وهناك أيضا علم جديد يعني مختص بطبيعة وأنواع عروق الكوارتز الحاملة للذهب، وطبعا لأنها هي فعلا هنا فيها مصاريف كثيرة، وبالتالي محدش بيحاول يروح ناحيتها ويصرف إنما بالروح. المشكلة أيضا الثانية اللي هي 150 مليون جنيه، الحقيقة أنا في حوار أيضا مع فكري بن يوسف رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الحالي بالنص، قال لي يعني، والكلام ده على فكرة مسجل في التليفون ممكن أسحب لكم المكالمة يعني بالاتصال بموبيليت لو عايزينها، قال لي هم بيقولوا 450 لكن احنا مش مصدقين انها 450 ونحن لا نقر ال 450 مليون جنيه. الحقيقة طبعا واضح انهم اشتروا مصانع كانت قديمة. دولار يا فندم، 450 دولار حريري، دولار يا فندم، ذاكر كويس دكتور يحيى، 450 مليون دولار. دولار يا فندم، 450 مليون دولار. على فكرة معروف ان كان ايضا على فكرة اتجاب الاول معدات قديمة ثم اعيد ايضا انهم جابوا معدات اخرى. حضرتك لو رحت وشفتي المصنع القديم بتاع الفواخير اللي هو المصنع الكلاسيكي اللي هو ما زال موجود ولا يعمل، اعتقد يمكن يكون يعني الى حد ما يعني حجمه او يمكن اكثر شويه من اللي هو موجود. بس احنا لما هنا بنعمل الذهب وبنطلع بنستخرج الذهب، واضح طبعا ان يعني في كلام ضحك وبتاع، لان طبعا انا بتكلم باعتباري انا راجل يعني ده مهنتي اولا الجيولوجيا واستاذ جيولوجيا في نفس الوقت، وافهم كويس في التعدين يعني عفوا الحمد لله. لكن اذا كان حد مش عاجبه الكلام العلمي فدي قصه ثانيه. على اي حال احنا عندنا مصنع بيستخرج الذهب، طيب التنقيه بتتم بره ليه؟ مع العلم ايضا ان الفلوس اللي هي بتطلع لما بيروح كندا لغايه دلوقتي محدش عارف الفلوس دي بترجع ازاي، ودي نقطه اثرها سياده النائب ابو العز الحريري الحقيقه مهمه جدا، لان الفلوس اللي بتيجي في حساب واحد غير الفلوس اللي بتروح في ميزانيه الدوله. دي واحده يا فندم سعاده الدكتور يحيى، ولا اسمها ضد الركح ولا اسمها بالعكس. دكتور يحيى عشان بس نفهم المشاهدين في حاجات بنقولها بسرعه نفهمها له. حضرتك ذكرت ان بتسال سؤال التنقيه بتتم بره ليه، احنا عايزين بس نشرح للمشاهدين انه الذهب بعد ما بيستخرج وبيتعمل سبائك بتبقى التنقيه بتاعته فيها شوائب، ما ينفعش يتباع عالميا، لازم بتروح تعملوا له تنقيه ودمغه اخرى. فين بقى بتعملوها؟ فين؟ في كندا. بعد ما بتروح تتعمل في كندا ما بترجعش مصر، ما بنعرفش الذهب. انا ممكن اوضح، ما نعرفش ليه بتتم بره وليه، وهيبقى كام بقى بعته قد ايه؟ ما هو دي ده كمان هياخدنا للسؤال، شلته كام وخدته كام ونتخدم. صح ايوه يا دكتور، اتفضل. اعمل لها مصنع دي واحد. ايوه يا دكتور يحيى، دي واحد. عايز اقول لك الجزئيه دي، هنرد على الموضوع. لا انا هقول بس جزئيه مهمه لو سمحتي لي قبل ما اخلص، لكي يعني عايز اقول لكي يستقيم حال التعديل، وانا بتكلم هنا من هذا المنبر وفي وجود استاذ الدكتور عاطف دردير، يا ريت نعيد الاعتبار لهيئه المساحه الجيولوجيه وترجع مره ثانيه
طبعا هم مش عايزينها ترجع لان ده تم اغتيالها لصالح اعتقد مستثمرين، وده ما يؤكد اعتقد ان هناك شيئا ما غامض حتى تاريخه. كل دول العالم فيها مساحه جيولوجيه الا مصر. بالمناسبه المساحه الجيولوجيه المصريه هي ثاني مساحه على مستوى العالم بعد المساحه الجيولوجيه البريطانيه، وهي المساحه التي اسست لكل المساحات الجيولوجيه في الدول العربية ومعظم قارة أفريقيا. فكيف من أجل شركة أو شيئا ما نغتال هيئة المساحة الجيولوجية وأيضا نضيع وزيرا المطلوب رد الاعتبار للوزير ثم أيضا لهيئة المساحة الجيولوجية؟ سؤال يا فندم، يقال وطبعا هنسأل السؤال ده الأستاذ عاطف دردير، إن مصر فيها مناجم الذهب من أحسن أو من أكبر مناجم الذهب، يعني موضوع أبو دباب ده، منطقة أبو دباب يعتبر من أكبر المساحات اللي فيها ذهب في مصر، يعني هل ده دم اكتشافه ولا لسه ولا إيه بالظبط؟ شوف في حاجة اسمها منجم وفي حاجة اسمها طب يعني نسمع سؤال. الإجابة وبعدين أيوه يا فندم اتفضل يا دكتور. طبعا يعني بالنسبة للمناجم هو موجودة طبعا مناجم وسط الصحراء وموجودة المناجم اللي هي اللي في جنوب الصحراء، لكن هو أكثر المناجم اللي كانت استغلالا هو كان المنجم بتاع الشد اللي موجود في البواخير، إنما أيضا يعني من المناجم الكبيرة فعلا اللي هو كان منجم البرامية وحاليا أيضا لا يستغل، وده مشكلة كبيرة. وأيضا المناجم الجنوبية بتاعت العلاء هناك مجموعة من المناجم تم استغلالها، كان منها السكري قبل كده وطبعا أم عود والصباحية وبير الشد والعلاقي في مجموعة كثيرة وأم الطيور وكربياي في الجنوب نواحي على حدود السودان وكل هذه بالنسبة لناحية الجنوب يا فندم، ناحية شلاتين وحلايب نعم في حاجة اسمها النوبيان نوبيان شلستون أيوة لانه في خرائط مقدمها الشركه الثانيه مش انتوا مقتطع منها المثلث بتاع شلاتين والحلايب، لعب في خريطه مصر، حط لي اخر خريطه اديتها لك يا ابني، يعني المفروض مصر الخط بتاعها ستريت من تحت، الشركه اللي مقدمه تاخد المكان ده راحت شاطفه كده مثلث من شلاتين وحلايب واهو المثلث اللي تحت خالص خالص ومدخلينه في السودان يا جماعه، دي قضيه تانية، دي حلقه تانية يعني يا فندم، دي حلقه تانية يعني ايه شركه تخش وحاطه مغيره في خريطه مصر واخده مثلث قد كده ثلاث مناطق غنيه بالمعادن وبالده ومغيرينها تغيير خريطه مصر؟ فين بقى المساحه الجيولوجيه هنا؟ ما هو عشان كده تم اغتيال المساحه الجيولوجيه عشان كل واحد يعمل اللي هو عايزه. ده حضرتك دي استجواب في مجلس الشعب، يعني تغيير خريطه مصر، تغيير خريطه. انا بطالب النائب ابو العز الحريري ان يتصدى لهذا الموضوع ويعيد هيئه المساحه الجيولوجيه الى ما اي يو ايه قفلت وسكت فوق ساعات. الدكتور يحيى القزاز حاولوا بس نعتذر له، اطلبوه تاني عشان بس يقول الكلمه الاخيره بتاعته ونعود. هو قال بقى هنا اسئله وانا عندي كلام محبوس عندي. اتفضل نسمع مين. انا حاسس امام الراجل. لا والله ده احنا اصحاب، نسمع والله اصحاب. احنا كل واحد كل واحد هيقول بالدور عشان معتقل الامانه كان نرد على الدكتور يحيى الاول ولا رد اكمل الحوار؟ رد. هو الحقيقه الدكتور يحيى اثار نقطتين في الاول، نقطه المساحات ولا يعني حصول شركه ما على المساحات هي طلبتها، يعني معناها فيها الخام الذي تبحث عنه. ومن هنا كان صياغه الاتفاقيات بالاول ما دخلنا فيها بعد دخولنا مجال وزاره البترول هو ان نسمح ونعطي فرصه للتخلي اللي اشار اليها الأستاذ سامي، 25% ثم 25% ثم إذا لم تتحول المنطقة إلى عقد استغلال يبقى يتم التخلي بالكامل عن المنطقة دون أي التزام. وده موجود في كل أنحاء العالم.
فيعني فعلا وكون ان المساحات كبيره احنا دخلناها عندنا حياة في التعدين استرشادا بما يجري في قطاع البترول. مساحات اللي بيتبعها قطاع البترول مش بال 5000 كيلو لا بال 50000 واحيانا بال 100000 كيلو وده اللي ماشي في كل انحاء العالم. اهلا وسهلا معانا الدكتور يحيى تاني. حضرتك تستمع للدكتور عاطف بيعلق على كلامك. اتفضل. واتي التلفزيون يا دكتور، واتي التلفزيون عشان تسمع. يعني هو مساء الخير يا دكتور يحيى. دكتور يحيى ايوه مساء الخير وربنا معاك فيما تقوم به من مجهود. اشكرك يا استاذنا. اتفضل. طبعا يعني انا بس عايز اكد انا لست ضد استثمار التعدين ولست ضد الشركات. أيوة. لكن انا يعني مع الاستثمارات وايضا مع حق الدوله وحق المواطنين، يعني دي مساله لابد ان نتفق عليها. نحن لسنا ضد احد، لكن اللي انا بتكلم عليه نقطتين مهمه، الاسلوب العلمي المهم جدا وايضا حسن الاداره، وبالتالي لابد ان تكون هناك جهه علميه كما كانت مراقبة ومشرفة ينبغي وأن تكون وأن تعود هيئة المساحة الجيولوجية. وأنا بؤكد هنا وخاصة لسيادة النائب أبو العز الحريري عليه أن يتبنى عودة هيئة المساحة الجيولوجية. بالنسبة للمساحة طبعا وإحنا متمنين معك يا دكتور، وإحنا متمنين معك فعلا. كتبها الأستاذ فكري يوسف ورفعها لوزير البترول والثروة المعدنية بهذا الخصوص، وكان المفروض نقدمها هي نفس المذكره مع طلب مننا برضه، لكن ذكر لنا هو هيقدمها لوزير البترول والثروه المعدنيه عشان تغيير المسمى الثروه المعدنيه. لا المسمى يعني والتبعيه يعني نسمع بس نسمع. اتفضل يا فندم. اللي هو بس موضوع ال 5000 كيلو، طبعا هو ال 5000 كيلو ايا كان اللي انا بقوله لا يجوز ان ناس تبقى عندها 5000 كيلو وناس تانية تيجي وتستثمر طبعا ما تاخدش في نفس المنطقة، والناس اللي معاهم الخمس تلاف هياخدوا بأسعار الاتفاقية القديمة. تماما. اللي عمله سامح فهمي مع الغاز هو نفسه اللي عمله مع البترول بالضبط مع شركات الذهب. يعني 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 دي مساله ايه بالنسبه لنا، هو ده الموضوع اللي بيهمنا فيه ال 5000. ومن هنا هو ما مضاش الاتفاقيه اللي مضاها الدكتور ابراهيم فوزي حضرتك. بص يعني احنا كنا في صالح مصر 100%. العمل والحقيقه المهندس سامح فهمي بعد ما اثير الخلاف اللي ذكر في هذا الاجتماع بين الشركه وبين الحكومه المصريه ممثله في وزيرها اللي كان موجود في ذلك الوقت، ولجأت الشركه للتحكيم، وكانت خطوات التحكيم ماشيه في سبيل ان يصدر حكم التحكيم لصالح الشركة الفرعونية، وحصل فجأة التغيير الوزاري اللي أتى بالمهندس سامح فهمي. سامح فهمي آثر أنه ما يخشش في عمليات خلافية في موقع يرى أنه واعد بالنسبة لإنتاج الذهب. فالدكتور سامح فهمي الحقيقة هو صحيح أنه بالاتفاق مع الشركة الفرعونية منحهم المساحة 160 كيلو متر مربع عشان يستمروا في أبحاث بتاعتهم ويعملوا المرافق اللازمة لإنشاء المصنع، ولكن أيضا طلب منهم التخلي عن المنطقتين الأخريين. سيادتك ذكرت وهم السد منجم السد. منجم السد يمكن نقدر نقول لغاية النهاردة معداته لا زالت موجودة على الأرض في الموقع، إذا كان الكسارات، إذا كان وحدات الاستخلاص الذهب، إذا كان المعمل، لا زال المعمل موجود، ولا زال بالمعمل لغاية النهارده الفيلد بوك اللي المفروض الكيميائي اللي موجود هناك بيكتب فيه. كان ممكن أنا تقدمت أنا في أيام سامح فهمي بمشروع لإعادة تشغيل هذا المنجم، منجم الفواخير، لأنه منجم يعتبر جاهز، ولكن حجمه صغير بحكم أنه هو مرتبط بعروق المرو اللي موجوده في المنطقه اللي تكاد تكون استوفيت. وكان المقترح بتاعي ان ما نقتصرش بس على منطقه السد ومنطقه الفواخير، بنروح للمناطق المحيطه، وفي مناطق محيطه بمنطقه السد اللي معروف فيها شواهد ذهب تزيد عن 5 أو 6 مناطق.